تقدير واعتراف بلا حدود، هكذا أظهرت فعاليات حفل التكريم الذي أقامه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لشباب الأطباء من الخريجين الجدد في محافظة البحيرة، وكذا الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه. لحظات مميزة تبرز الاحتفاء بهذه الكفاءات الشابة المبدعة. حاجة جميلة جدا النهاردة لما نلاقي تنسيق ما بين جهات متعددة، بنلاقي نقابة أطباء البحيرة، بنلاقي المجتمع المدني ممثل في مؤسسة نبيل الكاتب والتحالف الوطني للعمل التنموي والأهلي، ويبقى معانا كمان محافظة البحيرة، معانا مديرية الصحة. ده بيدل على ازاي لما نبقى عايزين ننجح ازاي نتكاتف، ازاي نتعاون، ازاي يبقى في تنسيق ما بيننا، بدل كلنا الهدف واحد. كلنا نقول ألف مبروك النهاردة للأطباء الجدد، للأطباء اللي حاصلين على الماجستير والدكتوراه. الطبيب أول حق له في النقابة هو التكريم ومعرفته بنقابته الحقيقة، عشان كده كانت من أهم أهدافنا إن احنا نعمل هذا الحفل لخريجي دفعة 22، إن هي أول دفعة بتاخد مزاولة المهنة. احنا دايما التحالف الوطني بيسعى أن يكون ما بين كل أطياف المجتمع، فالنهارده احنا نشارك النهارده تكريم شباب الاطباء وشيوخ الاطباء، ونرسل رساله لابنائنا اللي في جميع المراحل التعليميه المختلفه ان اجتهدوا عشان هيجي يوم في يوم من الايام تبقوا زي هؤلاء الشباب، بنحتفل بيهم ونقدرهم ونكرمهم. اللي بيحصل النهارده على ارض البحيره تحت مظله التحالف الوطني من خلال مؤسسه نبيل الكاتب احدى اعضاء التحالف الوطني، وبالتعاون مع نقابه الاطباء في البحيره، هو جهد كبير جدا، جهد فيه رسالة بيحمل في طياته تعميق روح الولاء والانتماء لدى هؤلاء الأطباء. تكريم ولفتة طيبة تمثل تقديراً للتحديات الصحية الصعبة التي يواجهها الأطباء وخاصة في مصر، تكريم سيمثل دعماً وتشجيعاً لشباب الأطباء قبيل البدء في رحلتهم المهنية. طبعاً يوم جميل وفرحة جميلة يعني، وطبعاً نشكر التحالف الوطني على المجهود ده تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا نشكر نقابة الأطباء على اهتمامها بالتكريم، وإن هي بتدعم الأطباء دايما في المواقف السعيدة وكده. أنا بشكر مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني، ويعني شكرا جدا اليوم ونيابة على الجميع. حفلة جميلة جدا، وبنشكر مؤسسة الأستاذ نبيل الكاتب للتحالف الوطني بالتعاون مع نقابة أطباء البحيرة في دعم الأطباء الشباب. التكريم الجميل ده النهارده دفعه 2021 بالاخص فيها اوائل كتير جدا من جميع التخصصات، من الجراحه العامه، من التخدير، من مخ والاعصاب، فاحنا لقينا النموذج ده هيكون مشرف وهيكون حافز لكل شبابنا، اللي ده النموذج اللي احنا باذن الله نمشي عليه ونبقى للصعود دي دايما كتحالف وطني على محافظه البحيره باذن الله. النقابه دايما بتبقى حريصه على تكريم المتميزين من ابنائها. دفعة 22 مخلصين فترة الامتياز وهيبتدوا فترة العمل الفعلي في التكليف في الوحدات الصحية والمستشفيات، واستلموا كارنيه النقابة، يعني دول أعضاء جدد في نقابة أطباء البحيرة، فإحنا لازم نكرمهم. كمان لازم نكرم المتميزين علميا مثل حملة الدكتوراه، فإحنا بنكرم النهاردة مع دفعة 22 حملة الدكتوراه سنة 21 و22 و23، وذلك لتحفيز شباب الأطباء على الحصول على أعلى الشهادات العلمية.